الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدينا في باقة أفكار، احنا النهاردة هنعمل قميص للبنات الصغيرة بصدرية من الكروشيه. بحدد المقاس عشان اختلاف حجم الإبرة وحجم الخيط، ان انا بعمل سلسلة تيجي قد مقاس دوران. لما اتنيها اتنين هتيجي قد دوران الراس مرة ونص، يعني يدخل منها مرة ونص، تمام. وهقفلها ويهمني ان العدد بتاعي في السلسلة اظبطه ان هو يكون بيقبل القسم على 3، وهبتدي اشتغل اول ارتفاع 3 4 5 6 7، وهسيب اخد واحدة اتنين في التالت، هعمل عمود. واحد اتنين، واحد اتنين في التالت هعمل عمود. واحد اتنين، واحد اتنين في التالت هعمل عمود. واحد اتنين هعمل عمود. لما اخلص الصف ده هقول لكم هنعمل ايه. احنا كده خلصنا الصف مع بعض، وصلنا هنا للبداية اهي. هحط انا الابرة في الغرزة الرابعة دي، تمام، واقفل الاتنين ومنزلق. بعد كده بقى هعمل ايه، هاجي هنا واعمل 8 أعمدة. خمسة ستة سبعة تمانية. هاخد سلسلة واحدة اتنين واعمل هنا عمود. واحد اتنين هعمل هنا عمود. واحدة اتنين هعمل هنا عمود. واحد اتنين وهنا عمود. واحد اتنين وهنا كده. واحد اتنين وهعمل عمود. يبقى انا كده عملت 6 أعمدة. ادي 1 2 3 4 5 6. هاخد 1 2 وهعمل هنا 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد اتنين وهعمل عمود، وهكمل الصف للآخر كده زي ما ابتديت هنا. كده احنا خلصنا الصف التاني، وصلنا للبداية. هناخد ادي واحد سلسلة واحدة اتنين، هنقفل ومنزلقة في اول عمود. دلوقتي انا عندي هنا 8 أعمدة، كل عمود من دول هعمل فوقيه عمود. لما اوصل هنا بقى هعمل واحدة اتنين، وهسيب اول واحدة هنا وهعمل هنا عمودين. واحد اتنين، واحدة اتنين وهنا عمودين. اتنين، واحد اتنين هعمل هنا عمودين. واحد
واحد اتنين، عمود وعد التاني، واحد اتنين، اهو. يبقى انا كده عملت 5، وسبت اول واحدة هنا ما عملتش فيها، وهعمل سلسلتين، واحد اتنين، واجي هنا اعمل في كل عمود عمود، يبقى هيطلع عندي 8 أعمدة. وبعد كده هكرر لاخر الصف. كده احنا هننهي الصف الثالث، هاخد اهو سلسلة، واحد اتنين، وهاجي في اول عمود واخد الاتنين بمنزلقة، هطلع هنا عمود، 2 3 سلسلة، واعتبرها ان هي مكان العمود الاولاني، واطلع هنا العمود اللي جنبها. المرة دي بقى هعمل سلسلة وعمود اهو، واحدة وبعدين العمود، واحدة وعمود، واحدة وعمود، والعمود الثامن. الفكرة ان انا بوسع بالجزئية دي كأن تاخد شكل المروحة. هنا بقى ادي واحدة اتنين زي ما احنا، وهنسيب دي وناخد هنا ايه 2 عمود، واحد اتنين، بعدين واحدة اتنين، هعمل هنا 2 عمود، واحد اتنين، وهنا 2 عمود، واحد اتنين، 2 عمود، واحد اتنين. هنا ما بقى ما بعملش، هوصل هنا هعمل في كل عمود عمود سلسلة، عمود سلسلة، ونشوف ده كده مع بعض اهو. اهو واحد سلسلة عمود، واحد سلسلة عمود، واحد سلسلة عمود، واحد سلسلة. سلسلة. يبقى انا كل مرة هعمل كل عمود فيه عمود وواحدة سلسلة. هنا الشكل ده هياخد الخمسة دول، كانوا اول مرة 5 في 2 بقوا 4، بعد كده هيبقوا 3 في 2 هيبقوا 1، عشان دول هياخدوا شكل الهرمي. في نفس الوقت دي هتاخد شكل المروحة. هنكمل لاخر الصف وارجع لكم تاني. احنا خلصنا الصف اللي فات، ادي اخره، هنبتدي الصف الرابع، واحد اتنين تلاتة، دول بعتبرهم بديل اول عمود. بعد كده هعمل واحدة اتنين سلسلتين، لان انا هعمل عمود وكل عمود سلسلتين المرة دي، وعمود، واحد اتنين، في العمود اعمل عمود، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. يبقى انا المرة دي زودت بين كل عمود واحدة سلسلة. الأول العمود ده مفيش ولا سلاسل، اللي بعده عمود سلسلة، اللي بعده عمود سلسلتين، الصف اللي جاي هيبقى عمود 3 سلاسل، تمام. ادي واحد اتنين، وهروح هنا بعمل عمودين زي ما انا ماشية بالظبط في الجزئية دي، واحد اتنين،
واحد اتنين واعمل عمودين. وزي ما قلت الجزئية دي انا هاخدها تطلع بشكل هرمي، تلات خمسة اربعة تلاتة، بعد كده اهو واحد اتنين، وهوصل هنا بقى هعمل ايه، عمود وسلسلتين، اتنين عمود اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة. هكمل كده لاخر الصف ونرجع تاني نشوف اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا وصلنا كده لنهاية الصف الرابع. زي ما تعودنا بنقفل بمنزلقة في اول سلسلة اهي، هطلع ثلاثة ارتفاع العمود وثلاثة، لان انا هخلي المرة دي بين كل عمود والتاني ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، واعمل عمود، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، بعدين بقى واحد اثنين، هعمل عمودين هنا، واحد اثنين، وهنا عمودين، واحد اثنين. وصلت المروحة التانية اهي، العمود فيها عمود وثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، العمود فيه عمود، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أظن كده الشكل بيتضح معانا أكتر. هنكمل آخر الصف ونرجع تاني. كده وصلنا لنهاية الصف، هندخل هنا وناخد منزلقة وهنطلع سلسلة، واحد اتنين تلاتة ارتفاع العمود. المرة دي هعمل أربع سلاسل، عمود أربعة عمود، فأنا هعمل الأربعة بتوعي، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة،
هنا خلاص فاضل واحدة بس، ادي واحد اتنين، واحط هنا عمودين واحد اتنين، وهبتدي ارجع هنا بقى ايه عمود اربعة كده، الشكل اتضح اكتر، وهكمل الصف للاخر. عايزاك تمشي الموبايل كده على الشكل، وبعدين تيجي عند ايدي هروح ارفع لك ايدي. هنقفل الصف مع بعض ومنزلقة، وهنبتدي آخر صف من الشكل ده، ثلاثة اللي هم ارتفاع العمود. بعد كده المرة دي بقى انا هعمل 5 عمود، انا هعمل 1 2 3 4 5، وادي عمود 2 3 4 5، وعمود. هنا بقى هعمل ايه، 1 2، وحاجة في الوسط هنا في العمود التاني، واخد منزلق 1 2، وابتدي العمود اللي بعد 1 2 3 4 5، هعمل المهم ان انا هنا بقفل بمنزلقة في العمود التاني واكمل، لان الشكل ده كده خلص، انا اخر في قمته كده في الاخر بقفل بمنزلقة في النص واكمل الاعمدة بتاعتي. انا كده وصلت اخر الصف، زي ما قلت لكم انا بقفل في العمود التاني هنا، بعمل سلسلتين، وهاخد في السلسلة الثالثة اللي هي تعتبر ارتفاع العمود، واقفل منزلقة كده. انا وصلت اخر صف، هعمله عبارة عن غرزة نص عمود، همشي بيها على كل الصف الاخير ده، لان ده اللي هيجي عليه الخياطة في القماش، فلازم يكون يتحمل الخياطة والتثبيت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والعمود، وهمشي كده أربعة خمسة، واحدة في العمود، همشي كده للآخر. احنا كده وصلنا لآخر صف، ده الصف اللي احنا عملناه، هنعمل عليه إطار البرواز بتاعنا،
هعمل سلسلة 1 2 3 4 وحاجي في الفراغ اللي هنا وادخل الابرة واعمل عمودين اخليهم معايا على الابرة. بعدين هطلع من الاثنين من 2 واديها كمان واحدة وبقيس هنا 1 2 3 4 في الخمسة بحط الاثنين مع بعض واخد بمنزلقة تاني اهي 1 2 3 4 وهعمل في الفراغ ده ايه عمودين خليهم معايا على الابرة. واحد ادي العمود التاني بعد كده هاخد من 2 من 2 واحدة واعد هنا 1 2 3 4 5 هقربهم من بعض واخدها بمنزلقة وهتديني الشكل ده. هاجي كمان هنا هعمل الشكل ده على الحواف في بداية الصدرية او السفرة بتاعت القميص. هنشوف ده لما نخلص. دلوقتي انا لما هركب القميص حردة الباط هنا انا مش بعمل حردة مدورة، انا بس بتني ده حوالي سنتي، حافة القماش حوالي سنتي لمسافة 7 سنتي في الجهتين. بعدين هغيط كده، ولما انا بكشكش ده عشان اركب في السفرة هتبقى هي دي حردة الباط تاخد الشكل ده. تمام، هنشوف ده هيتم ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كده خيطنا الجزء بتاع القميص وعملنا الكشكشة، وانا هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع القميص اللي قبل كده اللي مشروح فيه الموضوع ازاي نعمل كشكشة في القميص، وهنركب الجزء بتاع الصدرية او السفرة عليه بالشكل ده. تمام، فانا لما بعمل الجزء ده بقسم، اعلم هنا علامة النص واحط علامة بالقلم عشان لما اعمل كشكشة دي يبقى الجزء ده قد الجزء ده. تمام، وهبتدي اجيب الدبابيس وادبس مكان ما انا هثبته اهو، الحافه بتاعتي اهي دبوس اهو، النص بتاعي اهو هحط النص هنا كده اهو، وادي الحافه تانية وهدبس كده. بعدين هبتدي اخيط ده بالابرة على الايد، متخدش على المكنة، وهعمل النص التاني نفس الكلام. ماشي، انا هبتدي كده اخيط القميص وهخيط في الصف اللي هو النص عمود ده عشان الخياطة ما تبانش. زي ما قلت لكم ان انا ثبت النص هنا بدبوس والحافه هنا بدبوس عشان يبقى التجانس موجود في توزيع الكشكشه. خلص السطر ونشوف مع بعض شكله هيبقى ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، كده وصلنا معاكم لاخر خطوة في القميص بعد ما خلص. اتمنى ان هو يعجبكم واستفدتوا من الطريقة ومن الشرح، يكون شرح سهل وبسيط وتنفذوا القميص بالطريقة السهلة البسيطة دي. مع تحياتي.
دكتورة رؤية من باقة أفكار. شكرا، وإلى اللقاء في درس جديد. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلصنا القميص وثبتنا السفرة أو صدري الكروشيه في القماش. زي ما شفنا كده مع بعض، الفكرة سهلة وبسيطة. أتمنى يكون الشرح وصل لكم ولقيته سهل وبسيط، فهمت منه. وأي أسئلة أو استفسار ممكن نتقابل فيها على منتدى القناة. مع تحياتي ليكم، دكتورة رؤية من باقة أفكار، وإلى اللقاء في درس جديد ومنتج جديد. مع تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.